حين ننتقل حق طريقة إدراج صورة، طبعا الضغط على هذه الأيقونة نقدر ندرج صورة من عدة مكان، مثلا عندنا بالويب، ماي أي الصورة الموجودة في الجهاز، فيسبوك وفي الانستغرام. بس نكتب مثلا مون، نضغط على سيرش تطلع لنا كل هذه الصور. ناخذ هذه الصورة، مثلا إذا لاحظت إن حجمها كبير بس تبي تاخذ صورة القمر، فناخذ هذه الأداة لقص الصورة ثم الضغط دبل كليك. مش ناخذ شكل بيضاوي من دون إطار أو في إطار، ناخذ من دون إطار. احنا نضيف إطار اللون الأحمر، نضيف لها حركة، نخليها شوف شفافة. نقدر نضغط حذف الديليت الموجودة على الكيبورد أو استخدام هذه الأداة. أما إذا كنا حابين نسوي إدراج صورة من خلال ماي أي استخدام صورة موجودة في الجهاز، مجرد الضغط عليها، نضغط هني ننزل كلاود أو ثم قلت تعملت الديليت. سوي نفس الشيء، اختار إطار أحمر، نضيف لها حركة، فلاش لايت، نديها شفافة أو نغير من نغير الحركة. إذا حابين نضيف فيديو، نروح عند ميديا، نضغط على ميديا. طبعا نقدر ننزل فيديو من أي برنامج أو موقع من هذول موجودين هنا، طريقة جدا سهلة. نروح على يوتيوب، نكتب سنو ستورم، نختار هذا الفيديو، نسوي كوبي لللينك، نسخ اللينك، ثم لصق، ثم ضغط على أب. نقدر نغير حجم الفيديو، نسوي تعديلات على الفيديو، نضيف مثلا إطار في لون أحمر مثلا عشان يكون واضح، أو نخليه شوية شفاف. نقدر نضيف له حركة، تغيير اللون مثلا.
هلا في الألوان نختار نقدر إضافة أشكال مختلفة مثلا نضيف هذا الشكل هنا غير اللون لون أصفر نضيف في حركة نقدر نكرر هذه الشريحة أو تتكرر كاملة نقدر بعد نحذف هذه الشريحة نضيف شريحة جديدة لإضافة جدول أو رسمات الوجود هني لرسم معينة أو غيره نضغط على الجدول مثلا كتابة مين كتابة المعلومات المطلوبة مثلا ثم بعد نشوف هني صانع زيادة نضغط على صانع زيادة الضغط على علامة الناقص علامة السالب مثلا نبدأ الكتابة من الهيدر عشان مثلا ثم أبديت نقدر مثل ما نشوف هذه العلامة نضيف موسيقى أو صوت نقدر نسوي إدراج وتنزيل اختار
هذه طريقة لإدراج الأشكال التوضيحية مثلا نفس الجدول أو متعلق في النسب وأكثر من شكل، مجرد الضغط على الشكل المطلوب كتابة في الجدول. حاب تضيف زيادة تضغط على علامة الزائد يعني آد، أضاف لنا زيادة مثلا حاب تخليهم 4 تحط زائد، حاب تنقص تخليهم بس 2 تضغط على علامة الماينس. الحين راح نشوف اللي سويناه. عليها توصيف خط عريض، نحط الفيو تضغط عليها تطلع الموسيقى. إذا حابين إنها تشتغل الموسيقى أوتوماتيك تحددون العنوان أو بس تضغطون على العنوان تختارون هذه الأداة وتحطون علامة على أوتوماتيك بلاي. Brain a bit. شغلت الموسيقى عندنا اوتوماتيك. طبعا نقدر نخلي الموسيقى شغالة لآخر العرض أو نقدر نحدد على عدد الشرائح اللي تحبون إن تطلع أو تكون الموسيقى شغالة أثناء عرضها. شلون نخلي الموسيقى شغالة لنهاية العرض؟ مثلا نحب نسمع الموسيقى على شريحة أولى وثانية وثالثة، شو نسوي؟ نحدد النص اللي حطينا فيه الموسيقى، مجرد الضغط عليه، نضغط على هذه الأداة، stop on slide مثلا 4، بعدين update.